وفي ملف الخدمات، افتتح الدكتور رائد إبراهيم حمد الجبوري مدير عام صحة صلاح الدين وحدة المفراس الحلزوني في مستشفى الشرقاط العام، وأكد خلال الافتتاح على أن المفراس سيساهم في نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في القضاء، بالأخص وأنه جهز من أحدث وأفضل الشركات الرصينة. وفي الوقت ذاته أعلن الجبوري موافقة وزارة الصحة على تجهيز المستشفى بأجهزة ديلزا بعد استكمال المكان المخصص لها من قبل الشركة المنفذة، وتجهيز قسم الصيدلة والمستلزمات الطبية بمستشفى الشرقاط بكافة أنواع العلاجات، فضلا عن عدد من المستلزمات الأخرى المهمة لخدمة المراجعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم تم افتتاح بناية جهاز المفراس، وفعلت الخدمة منذ اليوم في قضاء الشرقاط. جهاز المفراس أول مرة يتنصب في قضاء الشرقاط، وهو يعني من دائرة الصحة صلاح الدين، بالإضافة إلى افتتاح ردهات أخرى كالأجنحة الخاصة وردهة النسائية، بالإضافة إلى زيارتنا إلى يعني إلى قسم العمليات، واطلعنا على إجراءات الترميم والتأهيل الحاصلة في قسم العمليات لمستشفى الشرقاط العام، بالإضافة إلى اليوم تم استحداث وحدة إنعاش ICU Intensive Care Unit في مستشفى الشرقاط. صراحة مستشفى الشرقاط لا يتناسب مع التعداد السكاني لقضاء الشرقاط، حيث قضاء الشرقاط يعتبر من أكبر الأقضية في محافظة صلاح الدين، وبناية المستشفى تعود إلى قبل الثمانينات، حيث أن البناية يعني متهالكة، بالإضافة إلى أنه إحنا بجهودنا جهود دائرة صحة صلاح الدين هذه البنايات بنيت كملحقات إضافية لمستشفى الشرقاط العام، وذلك لأنه البناية الموجودة صغيرة الحجم والاستيعاب السريري قليل بالنسبة للتعداد السكاني. اليوم يعني مستشفى قضاء الشرقاط بأمس الحاجة إلى أن يقر مشروع مستشفى على الأقل 200 سرير في قضاء الشرقاط ليلبي حاجات أهلنا في قضاء الشرقاط من الخدمات الطبية والصحية. دائما يطالبون بفتح ردوة غسيل الكلى، فأين وصل هذا الموضوع؟ طبعا البناية يعني بداية بنائها كانت كوحدة ديلزة، استحصلت موافقات معالي وزير الصحة على أن تكون وحدة ديلزة متكاملة، وراح تباشر الشركة يعني المفروض بعد شهر أو أكثر راح تباشر الشركة ببناء وحدة ديلزة متكاملة في قضاء الشرقاط وقضاء سامراء وقضاء الطوز بإذن الله. دكتور، بالنسبة لمستشفى الشرقاط ذكرت أنه مستشفى قديم وقديم جدا، ما هي الحلول لبناء مستشفى جديد في قضاء الشرقاط؟ هل هناك في الأفق مثل هذه الخطط المستقبلية إن شاء الله؟ يعني مستشفى الشرقاط قياسا على التعداد السكاني الموجود يحتاج إلى مستشفى على الأقل 200 سرير، اليوم لدينا إمكانيات كبيرة من الملاكات الطبية والتمريضية في هذا القضاء، حيث لدينا اختصاصات متكاملة، لكن المكان لا يستوعب عدد المراجعين وعدد المرضى، عدد العمليات أكثر من 500 عملية بالشهر، وكذلك أعداد المرضى في الشهر آلاف المراجعين من المراجعين الخارجيين، وكذلك حالات الرقود هي نسب كبيرة جدا، بالتالي هذا القضاء يحتاج إلى مستشفى على الأقل 200 سرير.